السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موقع روسي استثماري، بالنسبة لي أن هذا الموقع حاليا هو أحسن موقع من المواقع الروسية في الاستثمار. يعطيك حيوانات وتجمع المواد، مواد الإنتاج من الحيوانات والبيع. يتعامل مع 5 بنوك. لاحظوا حتى المسجلين عدد كبير، المستخدمين حاليا 6000 حاليا. نذهب إلى عملية التسجيل. هنا اسم المستخدم، الإيميل، كلمة السر، رعاية كلمة السر، والموافقة على الشروط، ثم الاشتراك، الدخول. يعطينا كابتشا. هذه الواجهة. نذهب إلى المزرعة. هنا الحيوانات، شراء الحيوانات. على ما أعتقد في حين تقوم بعملية تسجيل سيعطيك دجاجة لجمع البيضها والبيع. هنا المخزن، جمع المنتوج، عملية التجارة. هنا المكافأة، المكافأة اليومية. هنا الهدية، حين تقوم بعملية تسجيل إن كنت مشترك في الموقع الروسي الاجتماعي، لاحظوا هنا تقوم بالاشتراك في المجموعة كولخاست. حين تقوم بالاشتراك في المجموعة يعطيك عنزة مجانا كهدية، ويجب ألا تخرج من اشتراكك في الموقع الروسي. شيء آخر، هنا الشركاء، الإحالات، هنا إحالتك الخاصة، الترفيه، وهنا الضغط على الإعلانات. تذهب مباشرة إلى محفظة الشراء. لاحظوا عدد كبير من الإعلانات. الدعم، هنا تعود إلى المزرعة. هنا الإحالة كذلك، الألعاب، هنا المالية، الإيداع من هنا، هنا عملية السحب. نقوم بعملية السحب. حاليا لدي 1 روبل. الحد الأدنى للدفع هو 1.2. هذه سحوباتي، 4 روبل، 0.84، 1.84، 1.76، 2، 1.95. هذه كل السحوبات التي سحبتها من هذا الموقع. استثمرت 10 روبل فقط، استرجعت رأس المال، وحاليا أنا في الفائدة. هنا الألعاب، وهنا كذلك نفس الشيء، الضغط على الإعلانات، الملف الشخصي، الدردشة. هنا الشركاء، يجب أن يكون لديك عدد أشخاص المشاركين حين تصل إلى 500 روبل لتستطيع سحبها. لاحظوا هنا يقول أنه يجب أن تصل إلى 500 روبل من الإحالات وتستطيع سحب. تعيد الاستثمار. أنا أقوم دائما بإعادة الاستثمار. كل ما انكسبت شيء اعيد الاستثمار. من الدجاجات اصبحت في 18 الماعز، ومن الماعز الان في شراء الخنزير، وهذا كله بإعادة تدوير الاستثمار. واني اقول انني استثمرت 10 روبل فقط في هذا الموقع. السحوبات رأيتم بأعينكم، سوف السحوبات كما قلت. هذا الموقع يشبه بعض الشيء، دقيقة فقط، الموقع هم أحسن مواقع حاليا في سحب الروبل. استثمرت في هذا الموقع 10 روبل، وحاليا أنا في سحب الفائدة. أضع رابط الكولوخوزات، عفوا الكولوخوزات،
سأضع الرابط أسفل الفيديو ومن يريد في قناتي. وشكرا للمتابعة، ونلتقي إن شاء الله في موقع جديد وصادق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.